بقى استعدادي شخصيا وانا امام هذه الوجوه الفاضله والسيدات الفاضلات اللي تكبدوا عنا السفر حبا في حزبنا حزب الاوطانيه المستدامه، حبا في النضال النقي الهادف. هذا لقاء اعتاد حزب الاوطانيه المستدامه تنظيمه كل 8 مارس، هو لقاء احتفالي ولكن مناسبة للتأكيد على الموقف ديالنا المتعلقة بوضعية المرأة في المغرب والوضعية الحقوقية بصفة عامة في المغرب. صحيح أن المرأة المغربية حققت مجموعة ديال الطفرات والامتيازات، ولكن لا زالت المرأة بصفة عامة تعاني من التهميش ومن 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 الإقصاء ومن الهشاشة الاجتماعية المرتبط بسياسات عامة لم تستطع الرقي بوضعية المرأة المغربية. هذه مناسبة أيضا لتكريم بعض الكفاءات النسوية داخل حزب الأوطانية المستدامة، وهو تكريم المرأة المغربية والمرأة المناضلة بصفة عامة. هو الشعار كما قلت، الموضوع هو المناصفة المساواة، ومطلب ديال الحزب لكل نساء المغرب انهم يناضلن وياخذوا حقوقهم بيديهم هما. صحيح ان بالنسبه لنا المراه ليست فقط نصف المجتمع، بل هي اكثر من ذلك، هي عماد الاسره المغربيه، هي عماد اي تصور تنموي جديد للبلاد ما يمكنش يتحقق الا برقي بوضعيه المراه المغربيه. حزب البيئه والتنميه المستدامه يحتفي بمناضلاته في هذا اليوم العالمي للاحتفال بالنساء، بنضال النساء، بمشاركة النساء في شتى المجالات سياسية ثقافية اجتماعية، بصمنا بصمتهن وتركنا أثرهن في جميع السياقات. أعتقد أنكم كتعرفوا من فوقاش والمرأة كتواجه المشاكل ديالها باش توصل لهذه النتيجة. الحال الآن في العالم خصنا نعرفوا، رقم ماشي كتعرفوا ولكن غادي نذكركم به، على انه اكثر من 100 سنه والمراه كانت ماشي كتحارب الرجل ولكن كتواجه المشاكل اللي كانت مطروحه عليه. كان عائشه البقالي، انا حاضره اليوم مع البارتي دو لافيرونمون في اليوم العالمي للمراه. هذا اليوم هذا للاسف الاغلبيه ديال الناس ما تعرفوش شنو الحقيقه ديالو. هذا اليوم كانت انطلاقه ديال المطالبه بحق المراه، لان في نفس اليوم 8 مارس 1902 بونس ولا 5 كانت واحد المجموعه ديال السيدات بعد 129 مرة اللي تعرضوا لواحد السجن قهري في داخل واحد المصنع، واليوم توفوا كلهم في نفس اليوم اللي كانت هي بدايه الشراره للمطالبه بحقوق المراه. حنا اليوم كنخلدوا هذه الذكرى هذه، يعني باش جميع الفعاليات المجتمع تاخذ بعين الاعتبار بان مازال المراه خصها مجهودات باش ممكن انها توصل للمستوى اللي هي كتنتظروا. الحمد لله حاليا مع جميع زعما الجهودات اللي كدار خصوصا تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله، المراه وصلت الى مناصب عليا، ولكن كاين واحد المراه اللي مازال مهمشه جدا، هي المراه القرويه، واللي حنا حاليا كنشتغلوا عليها بكثافه باش هي تخرج من التهميش وهي تاخذ حقها في المجتمع.